قصة كنت أقولها، قصة ابن سقى الماء عن أمه 33 عاما، 33 سنة وهو يسقي الماء، ما مل. اسمع يلي، بعضنا ما يذكر أمه ولا والده إلا في عيد الأضحية، يذبح ذبيحة ثم يأكلها ويقول اللهم إنها عن أمي وأبي، جزاك الله خير. عموما أمر جميل، لكن أنت تريد كم يوم يذكرونك أبنائك بعد موتك؟ سؤال، كم يوم يذكرونك في الأسبوع؟ مرة. افعل ما تريد أيها المبارك أن تذكر فيه. هذا ما نسي أمه من 33 عاما، دمعت عينه يوم أن ماتت، فقال له خاله أنت تحب أمك أنت؟ فكفكف دمعك، نحن ما لا دمعك يعيد أمك اللي هو أختي، لكن برك ينور قبرها، والموت يا بني نهاية كل حي، ولا بد أن نلتقي بعد الموت إما على باب الجنة عياذا بالله أو تزل بنا القدم في النار. يا بني اجعل برك لأمك واقع مترجم، ماذا أصنع يا خال؟ قال لو أمك حية كم ستعطيها من مرتبك؟ أمه كانت فقيرة وكانت تخيط الثياب للناس، وكان يقول لها ابعدي ذهب نور عينك، حتى أن الإبرة لا تستطيع أن تدخل الخيط فيها، تخيط للناس حتى تخرج، فسنة التخرج ماتت رحمها الله. قال ما كنت تريد؟ قال والله كنت أريد أن أعطيها المرتب كله بعد أن أتخرج. قال لا، خلنا من الكلام اللي ما ليس له واقع، أعطي أمك ما شئت من مالك. قال أعطيها شطر مالي، نصف المرتب لأمي. قال قبلنا، الله يقبل البيع، ومن الراتب المقدم القادم ابدأ يا بني ببر أمك كأنها على قيد الحياة وكأنك تدخل عليها لتسعدها. فعلا بدأ. فسأل أحد الأئمة فقال أوصيك بسقاية الماء، فإن سقاية الماء لا يعدله شيء. قام وانطلق يحفر الآبار، وافتتح مؤسسة تصين البرادات، وابتدأ يشتري في كل شهر برادتين وثلاث ويركبها في المساجد، ويدور فريق الصيانة عليها حتى لا تتوقف، ولا زال يواصل حتى استمر 33 سنة وتقاعد، وما ترك أمه في كل شهر نصف المرتب لها. بارك الله له، رزقه الأبناء. يوما خرج يوما من المسجد، وعند باب المسجد رأى عمال بالكرين ينزلون ثلاجة أو برادة في ساحة المسجد، فلما رآهم فقال هنيئا لصاحبها بالأجر، أنا مركب من 5 سنوات بس صغيرة، والحي كبر والبرادة يمكن تعطلت، وهذا جزاه الله خير دل الطريق، الله يتقبل منه. إذا بإمام المسجد يخرج بجواره ويسلم عليه، يقول أبو بندر هنيئا لك، أبو بدر هنيئا لك الأجر، أبو بدر هنيئا لك الأجر. قال والله مهم من عندي، لا تحسن الظن، هذه ليست مني. قال بل والله منك. قال لا تقسم. قال لأني أعلم. قال كيف تعلم وأنا صاحب البرادة؟ أقول لا. قال من هذا الرجل الذي يسارك، شاب ابنه في أولى ثانوي من 3 سنوات يجمع العيدية ومصروفه ليشتري، يقول يا أبوي لي 3 سنوات أقول اللهم اصرف أبي وعين أبي عن مكان هذه البرادة حتى أضعها له. فلما اشتراها الآن قبل يده وقال أبوي أمي فلانة ما رأيناها، ماتت قبل ميلادنا لكنها عاشت معنا وتأخذ نصف رزقك كل عام كل شهر، وقلت يا رب اجعلني أرد لأبي في حياته بعضا من الماء البارد، يا رب فسقه من حوض محمد يوم أن يظمأ الناس. وخرج أبو بدر والعين فيها دمعة، وقد عجل الله له البر. تريد كذلك؟ افعل.